المجلس الرئاسي يطيح بالمقدشي وتعيين هاشم الأحمر في منصب كبير بوزارة الدفاع. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف مصدر إعلامي عن صدور قرارات وتعيين هاشم الأحمر في منصب عسكري كبير في حكومة المجلس الرئاسي في عدن جنوبي اليمن، مشيرا إلى تفاصيل خطيرة وتقديم عضو في المجلس الرئاسي ملف فساد الإطاحة بوزير الدفاع محمد المقدشي. وقال الإعلامي عباس الضالعي في تغريدات رصدها يمن دايز عن توجه للإطاحة بوزير الدفاع محمد المقدشي وتعيين الفريق صغير بن عزيز وزير للدفاع واللواء هاشم الأحمر رئيسا لهيئة الأركان. وأوضح الضالعي على حسابه في تويتر عن تفاصيل جديدة حول الإطاحة بوزير الدفاع المقدشي، مشيرا إلى تقديم عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي ملفا كاملا عن فساد وإخفاقات وزير الدفاع وملفا كاملا عن استثماراته في الأردن والسعودية ومصر والبحرين وماليزيا وتركيا وأمريكا وعن شحنات الأسلحة التي اختفت وتحت توقيعات وزير الدفاع. وتم الكشف أن المجلس الانتقالي الرئاسي يوافق على الملف الخاص بوزير الدفاع محمد المقدشي والذي تم تقديمه من عضو المجلس عثمان مجلي، والملف يحتوي على فساد الوزير المقدشي، والمندوب السعودي طلب إرساله إلى الفريق مطلق بن سالم الأزامع للنظر فيه واتخاذ الإجراءات، والسفير السعودي يطالب باحتجاز المقدشي. وأشار إلى أن المجلس الرئاسي كلف أحد الأعضاء بتوجيه النائب العام وهيئة مكافحة الفساد ومحافظي مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة بالحجز التحفظي على أملاك وزير الدفاع المقدشي وأقاربه في الداخل بناء على المعلومات التي قدمها عضو المجلس عثمان مجلي.